معاكم شريفة الدوسري، أول سائقة ومدربة سياقة في البحرين. حصلت على دبلوم في سياقة الذهب والمجوهرات من معهد البحرين للتدريب، وحصلت على دبلومة من بريطانيا، وتدربت في إحدى الورش السياقة في البحرين. وهذه كان التدريب أهلني أن أنا يكون عندي خبرة في مجال السياقة وفي مجال المجوهرات، وكان هذه الدافع لي أن أنا أعطي دورات حق الصياغة عقب ما اكتسبت الخبرة الكافية اللي تأهلني أن أنا أكون أول مدربة صياغة في البحرين. وأسست كورسات حق الصياغة، ودربت في مجمع العاصمة، ودربت في الجسرة، ودربت في أماكن خاصة، أعطيت كورسات خاصة، دربت فئة الشباب، ودربت فئة الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة، ودربت الأرامل والمطلقات مع الخيرية الملكية، وعطيت كورسات مختلفة حق فئات مختلفة في البحرين. وأنا استغليت فترة كورونا إني أنزل الكولكشن الخاص فيني، وهذه كان حلم حياتي إن أنا يكون عندي كولكشن خاص فيني، بما أن خبرتي في مجال الصياغة وخبرتي في التدريب واحتكاكي بأصحاب الورش ومحلات الصياغة، فأهلني إن أنا أكون يعني ينزل الكولكشن مالي. فأول كولكشن كان عبارة عن شيء يحمل الطابع التراثي والطابع الحديث، وسميته صوغة. وأنا فخورة بنفسي إن في 2020 قدرت أنزل الكولكشن الخاص فيني. أول شيء هو كان صوغة، وعقب شفت إن هذه الكولكشن لاقى إقبال يعني جميل وإقبال كبير حق الكولكشن نفسه، مما حفزني إن أنا أنزل كولكشن ثاني وسميته فؤادي. وبعد نزلت كولكشن عبارة عن هو الدبل، وأنا أطمح أن يكون عندي ورشتي الخاصة ومحلي الخاص حق صياغة الذهب، وأتمنى من الجهات المسؤولة والحكومية أن هي تقدم لي الدعم أني أقدر أدرب فئة الشباب وفئة اللي يحبون أن هم ينخرطون في مجال الصياغة، حق نضخ قوة شبابية في هذا المجال، وأن يعني يقدرون يبتدون مشروعهم الخاص.